نشوف بقى اسلام حبيب قلبي ده. يا حبيبي ربنا يخليكم لبعض. ده اخوك الوحيد؟ اخوي الوحيد، اصغر مني بسنتين. والدتي كان نفسها في بنت طبعا تفك بيها الذكوريه اللي في البيت كله، لان أيوة. العيله معظمها تقريبا كلها رجاله، مش اولاد عمي كله، فقليل قوي. رزقها بقى بمراتك ضروري مش كده؟ الحقيقه دايما والدي ووالدتي دايما يعني مرات اخويا ومراتي والدي ووالدتي بيقولوا دايما احنا جالنا بنت زياده، او يعني بقى عندنا حلو الاحساس. البيت انضم له بنت. يعني بتحبها قد ايه؟ بحبها. اعترف اعترف، خد تعهد دلوقتي. احنا اصدقاء جدا جدا يعني، بنعرف نتكلم مع بعض، نعرف نخرج مع بعض، نعرف نسافر مع بعض، وده بيتهيألي من اهم الحاجات في العلاقات. كلكم مع بعض، العيله كلها تلموا مع بعض. احنا فعلا احنا البيت بتاعنا بيت العيله، يعني ده اللي بيحصل فيه دايما، دايما اللقاءات اللمه دايما بتاعت العمام والعمات والخلان وكده. ف طيب في البيت بقى، يعني هل مثلا بابا وماما ما قالوش مثلا حدوتة حبهم، يعني اتجوزوا عن حب؟ حكوها كتير قوي. حبوا بعض؟ طبعا. طب ايه ما بنتحكي؟ حكوها كتير جدا والله، ودايما بيحكوا لنا. دايما يحكوها. احكي بقى. يا ان هو كان يعني انا والدي والدتي الحقيقه احنا عندنا في البيت صور، تخش صالون ماما عامله صور كتيره جدا ابيض واسود قديمه لاطفال، فلما تخش تشوف الاطفال دي تلاقي ان هي تقول لك ده ابويا وامي وعمي وخالتي ان هم صغيرين اتقابلوا. الله. كان جديني والد والدي ووالد والدتي كانوا الاثنين يعرفوا بعض من هم في المدرسه اصلا، واتقابلوا ايام الهجره بتاعت من بورسعيد لانطاره غرب. كان جدي ساعتها بيخدم هناك، وجدي اللي عايش في بورسعيد اللي هو والد والدتي كان ماشيين من بورسعيد وقت الهجره. فاتقابلوا تاني في الانطاره ولقوا بعض، فابتدوا من ساعتها يتواصلوا تاني لغايه لما ابويا وامي كبروا وفضلوا على اتصال. وفي يوم من الايام والدي راح قال والدتي قال لها منى انا عايز اتجوزك. فاخذت وقتها كده شويه، وكانوا في لندن ساعتها. بتحكي لي دايما الفكره دي لان هي كانت خايفه ان هو انا مش عارف ان هي هتزعل مني، بس هي كانت بتحكيها. فانا هي قصه بالنسبه لي قصه كويسه حلوه يعني، فيها طبعا وهتبقى حلوه بالنسبه لنا احنا كمان. فهي والدي والدتي كان زمان في الوقت ده هما بيسافروا وقت الجامعه كتير قوي، كان في حركه كده ان الناس بتسافر دايما في الجامعه في الصيف لندن وقت الجامعه، ان هما يروحوا يشتغلوا في لندن وكده وبعدين يرجعوا على دخول الجامعه تاني. فهما في لندن هناك قال لها منى عايز اتجوزك، فهي قلقت ان هو خافت ليكون ده عشان هو عنده حنين للوطن ونفسه يرجع وكذا وكذا وكذا. فقالت له لا بص انا مش متاكده وبتاع. لا اوكي ماشي. فرجعوا مصر، قعد بعيد يعني قعد بعيد خالص عنها، وهي كل شويه تحاول يعني تروح عندهم البيت تسلم على جدتي وتسلم على عمتي وعمي ومش عارف ايه بتاع، وهو مش موجود خالص. لغايه لما مره قاعدين في البلكونه كده قال لها منى انت فاكره العرض اللي انا عرضته عليك؟ قالت له موافقه. فهم يعني اتجوزوا. والحقيقه طب انت ومراتك كانزي كانت معايا في الجامعه، بس احنا عمرنا ما كنا نعرف بعض في الجامعه خالص. بعد الجامعه وبعد ما انا مثلت، وانا كنت عارف شكلها من الجامعه بس ما اعرفهاش شخصيا، وعارف اسمها بس ما اعرفهاش. وبعد ما تخرجت واشتغلت ممثل وكده، واحده صديقه ليا جدا اسمها داليا ناظر كلمتني في التليفون قالت لي بجد فيلم زي النهارده ده انا بموت فيه وبحبه جدا، ومعايا واحده صاحبتي نفسها تقول لك انها بتحبه مش عارف ايه وبتاع. فلقيت واحده بتقول لي انا اسمي كنزي وبحب تمثيلك جدا وبشجعك، وانا عارف ان انت كنت معانا في الجامعه بجد يعني بالتوفيق. قلت لها متشكر جدا وبتاع، وخلاص والايام راحت وجت. معجبه يعني؟ كانت لا كانت بتقول لي انا معجبه بالتمثيل يعني حقيقي معجبه يعني بتشجع يعني. لان احنا برضو عندنا لما تبقي عارفه حد معاكي في الجامعه طبعا كان معايا طبعا او حاجه بتحبه، احنا بنحب نشجع بعض دايما في اي حاجه. بعديها بكذا سنه واحده ثانيه واحده ثانيه صاحبتي اسمها داليا برضو، بس داليا طولان مش داليا ناظر. كنا خارجين مع بعض وبنتقابل بقالنا كتير ما شفناش بعض في جامعه كده، فكنزي جت فتعرفت عليها ازيك عامله ايه بتاع. من هنا ابتدى يبقى في حاجه، وده بعد مثلا الجامعه مثلا بست سبع سنين او حاجه كده. ف وسبحان الله الموضوع مشي بشكل اكن يعني اكنها كانت اكننا كنا نعرف بعض من ساعتها الحقيقه. وده
ما اعرفش حاجة، اكيد عارفه لان الحاجات دي فيها خبره حياتيه. الانسان بيحس ساعات ان هو ده الصح. صحيح. لما بتبقى الحاجه اللي انت مرتاح لها هي دي، فهي دي. فده انت في عيد الحب بتعملوا ايه؟ يعني بتجيب لها حاجه؟ لا يعني هو انا اصلا كان عندي مشكله في الموضوع. بتعشيها ولا انت مالكش في عيد الحب؟ الحب عندك يومي؟ ما كانش ليا في موضوع عيد الحب، يعني عمري ما كان ليا في عيد الحب. يمكن وقت الجامعه لما كنا معقول؟ بس يعني احنا بعد ما ارتبطنا. ولا هي تجيب لك مثلا ورده ولا انت تخش عليها بكيلو لحمه ولا ما هي كانت مستنيه كيلو اللحمه. يعني اول ما ارتبطنا قالت لي، لقيت انا ما مش مركز اصلا النهارده ايه بتاع، فبتقول لي على فكره النهارده فالنتاينز. مستنيه حاجه؟ فقلت لها مستنيه بقى اهو. طب ايه؟ قالت لي مش هنخرج؟ مش هتجيب لي حاجه؟ لا يعني انا ما عملتش كده، مش مستني ان انت يعني انا مش مستني حاجه كده. قالت لا لازم نخرج. فقلت لها كنزي لو هنخرج المره دي هتبقى اول واخر مره نخرج، انا عمري ما خرجت في الفالنتاين. ما اعرفش هي حاجه غالبا ولادي شويه ان احنا نعترف بحاجه زي دي. ده هم عاملين عيد الحب للولاد والبنات طبعا. لا ده انا كنزي انا بحييك، تشرفنا. هايله والله حقيقي يا بختك. من ساعتها ابتدينا، ربنا يخليك. من ساعتها ابتدينا يعني نخرج نعمل حاجه يوميها وكده. بس بقت عاده بقى. يعني هي مش عاده قوي برضو، يعني ممكن في دلوقتي في وتجيب حاجه حلوه كده. شويه. وهي تجيب وبعدين ابتديت انت تستنى هي تجيب لك ايه؟ طبعا لا 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 مش عايز اي حاجه في فالنتاينز داي. انا تمام. انت مش عايز حاجه؟ انا تمام. انت تمام كده؟ انا كويس.